نشرة الظهيرة تأتيكم من قناتكم نيميديا، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. وتتابعون في الثقافة، أسبوع يوتيوب المرأة العربية يتجمل بحلة ثانية في شهر مارس. ثقافيا الآن، 3 أيام فقط تفصل عن الإعلان عن المتحصلات على المراتب الأولى في طبعة الثانية من مسابقة أسبوع يوتيوب المرأة العربية، مبادرة لتطوير المحتوى العربي النسوي وبعث رسائل إيجابية في صحة الجمال والمجتمع وكذا الثقافة. يقول مصطفى زياتين. في الإعادة إفادة، مثل لاقى بفتيات الوطن العربي، مبدعات البودكاست على ركح اليوتيوب. أسبوع يوتيوب المرأة العربية لبودكاست أرابيا يعود في حلة جديدة وثانية من الجزائر في شهر الجنس اللطيف، شهر المرأة مارس. شوفوا انه المحتوى العربي الموجه للسيدات هو محتوى يعني ضعيف من ناحيه الكميه، فحبينا انه ننظم فعاليه لتشجع صناعه المحتوى الموجه للشبكه. العام الماضي كان عندنا 7 مشتركات من 3 دول عربيه، هي الجزائر، تونس والاردن. هذا العام نتمنى انه تكون كاين مشاركات اكثر من دول اكثر. الصحه والجمال والمجتمع والثقافه ابرز مواضيع هذه السنه. في 2017 اخترنا 4 مواضيع في 4 مجالات تشمل الصحة، الثقافة، المجتمع والجمال، وكل مشتركة راح تكون عندها الحرية في انه تختار موضوع من هذه 4 مواضيع وترسل فيديو. ومتأهلات النهائي راح يشاركوا في ورشة تدريبية اطوها ناس محترفين في التصوير والإخراج والمونتاج وصناعة المحتوى. فيديو من 3 إلى 10 دقائق سيكون الفيصل أمام الفتيات المشاركات قبل 24 من الشهر الجاري، ليليها بيوم واحد أو 1440 دقيقة بلغة الأرقام، للكشف عن صاحبات المراتب الأولى ثم الفائزة بالجائزة الكبرى 1000 دولار. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيه من أنباء. وتابعتم في الثقافة، أسبوع يوتيوب المرأة العربية يتجمل بحلة ثانية في شهر مارس.